السلام عليكم. في هوشة منتشرة بين مشهور ومشهورة بالسوشيال ميديا وبالتحديد بالتيك توك، انتشرت بشكل مو طبيعي. بس في ناس يشوفون مقطع المشهور ومشهور مقطع المشهورة، فيقول مين يقصد ده ومين يقصد، مو فاهمين السالفة. في ناس واجد يعني ما يعرفون السالفة كاملة. سالفة باختصار اللي ما يعرفها، بالبداية في مشهورة اسمها أندرو. أندرو طبعا تفتح بثوث بالتيك توك، قبل فترة طويلة كانت موجودة بالانستغرام، كانت تفتح بثوث تقريبا 2016-17، من زمان حيل. تمام، الحين تيك توك مع يعني مع الموج، يعني الناس راح هنا اكيد بتروح معاهم ولا انك تقعد محلك. فهي راحت التيك توك وقعدت تبث في فيديو انتشر لها من بثوثها، كانت تتكلم في يعني الزواج. وفي شخص اسمه سلمان العمري، هو مشهور، استفز من كلامها طبعا وقال يبي يرد عليها. بالبداية خلونا نشوف رد سلمان العمري على أندرو. لا، واثقة من نفسها بزيادة، يعني قاعدة تحسسنا أن هذا اللي قاعدة تسويه هذا إنجاز. تخيل يعني معاملة نفسها أنها قدوة لنا، واللي يقهرك أن التعليقات يدعمونها البنات، تراها مقيمة، ترى هذه مقيمة، يعني أنت ما تهمينها، ما تفكر فيك أنت ولا مستقبلك ولا تفكر فيك. يعني وش تبغين من واحدة تعامل أنها أن اللي قاعد تسويه هذا إنجاز، تقول شوفوني أنا عمري 48 وسافر وأروح وأجي وبث وطلع فلوس ولا تزوجت ولا وحاطة وشم وما هي متربية وأفغانية ترى مقيمة في السعودية، يعني ما تهمها مصلحتك، يعني جاية هنا تطلع فلوس على حس المواضيع هذه وإثارة الجدل وتمشي، طلعت فلوس على حساب القذارة اللي قاعدة تسويه، وانت هنا تقولي لها كفو برفعك، فجرتها. ودائما توصلني مقاطع البنت هذه وإسقاطها على الرجل السعودي وتدخلها في شؤون الأسر السعودية، عنصرية، نسوية، صاحبة أفكار سامة، قذرة، دنيئة، تدخلي في مجتمعك هناك الأفغاني. الصراحة استفزني كلام سلمان العمري، بما أني أتابع أندرو من سنين طويلة، وقبل صراحة كنت أتابعها أكثر من الحين، وأسمع كلامها طبعا. وللحين شخصية أندرو ما تغيرت، يعني نفس الشخصية سبحان الله، اللي تغيره هو الوقت، هذا الشيء الوحيد. برد عليه على أكثر من نقطة، يوم يقول والله أفغانية ولد أفغانية. شكرا على المعلومة اللي كلنا نعرفها، أنت من زمان ندري أنها أفغانية، من زمان تقول أنا مو بسعودية أنا أفغانية، وش الجديد يعني؟ توك تدري اليوم يعني توك صح؟ دي مصيبة صراحة إذا أنت توك تدري وجاي تفتخر بالمعلومة ذي. هي تقول وتقول والله أنا أفتخر أنها أفغانية، عادي وضع طبيعي. ثاني شيء على سالفة الوشم، أندرو قالت أن هي راحت لوحده تسوي وشم على أنه مؤقت لمدة سنة طبعا، فحطت لها الوشم. بعد ما سوت الوشم بعد سنة أندرو انصدمتنا الوشم ما راح. بعدها نصحت البنات اللي يتابعونها وقالت لا حد يلعب عليكم، ما في شيء اسمه تاتو مؤقت، أنا جربتها وأنا خلاص كليتها، بس الموضوع يبقى على ذمة البنت اللي حطت لي الوشم، لأني أنا ما أدري صراحة. هي قالت سنة انتهت السالفة. يكون عن التاتو، طبعاً مثل ما الكل يشوف أني أنا مساوية تاتو، ما بتكلم عن التاتو الدائم لأنه ما عندي خبرة في التاتو الدائم، ما بتكلم عن الحلال والحرام، الحلال مبين والحرام مبين، وأكثركم فتوى أقربكم إلى النار، بس المعروف والمتعارف لعن الله الواشمة والمستوشمة، فيعني حرام ملعونة. أكيد بتسألوني دام تقولين ملعونة، أنت على أي أساس مسوية التاتو؟ أنا الحين بقول لكم بشرح لكم كل التفاصيل وكل الأشياء عن موضوع التاتو اللي على يدي. أكيد تسألوني أنت ليش رحتي وسويتي، أنا ما كنت أدري إن ما في شيء اسمه تاتو مؤقت، للأسف جديا ما في شيء اسمه تاتو مؤقت. أول ما فكرت إني أروح أسويه كلمت الأخت اللي تسوي تاتوز، ورحت لها وقلت لها أنها تشرح لي أكثر عن الموضوع، هل جدي يروح وحلفته وبذمتك ومدري إيش، قالت لي إنه نعم يروح ويقعد سنة ونص، ورتني شيء كان على يدها بس باقي أثر خفيف وراح عن يدها. فيوم شفتها كذا اطمأنيت، قلت خلاص أكيد دام يعني راح عن يدها وأكيد إنه ما بتغشني يا رب، فقلت يلا على بركة الله هلموا بنا يا أحبة. دخلت وبدت سوينا ذي الرسمة على جلستين، أول جلسة كانت 2017، ثاني جلسة كانت بعد 3 شهور لأني سافر. طبعا أنا رحت ما أدري الواحد إيش لازم يسوي قبل التاتو أو بعد أو إيش يسوي خلال أو أثناء عملية
عملية التاتو. أول ما سويت لي بدت أول شيء مثل ما تشوفون الحين رسم الموضوع بالحبر، رسمت الموضوع هنا، وكان في آلة ويدق الإبرة في جلدك، ما كان في دم، ما كان في دم أبدا، ما طلع دم، كان كله حبر. وتسوي لك التاتو على طبقات الجلد السطحية، مو داخل طبقات الجلد العميقة. ده اللي فهمته منها، أنا قاعدة أقول لكم الأشياء اللي أنا فهمتها منها، على أساس إن التاتو اللي يروح على الحواجب المايكرو بيلدينج اللي هنا يستخدمونه هنا باليد، ده اللي فهمته. فقلت دائما يروح على الحواجب، ودائما يروحون يسوون رتوش للحواجب، أكيد إنه يروح على اليد، يعني شيء بديهي. للأسف صار الحين من 2017 إلى 2020، وحسبوها أنتوا كم سنة، وما راح ولا خف اللون ولا صار أي شيء، هو مثل ما هو من أول يوم لين آخر يوم ما راح. فأحب أقول لكم إنه ما في شيء اسمه تاتو مؤقت. كلمت البنت قلت لها إن التاتو للحين ما راح ولا اختفى ولا خف ولا أي شيء في الحياة، تقولي ما شاء الله جلدك أنتي يمسك باللون وما راح. الحين بتكلم عن الناس المقبلة على التاتو المؤقت، أنا الحين قاعدة أقول لكم ما في شيء اسمه تاتو مؤقت ما يروح. ما عمرها أساءت للسعودية، بالعكس يشين الدرع مع القر الصناع يا أخي، يا أنك تشوف زين وتبحث زين ولا أنك لا تتكلم. والله فعلا يعني البنت ما قلطت على أحد، ما سبت أحد، قاعدة تقول غايها، غايها يمثلها، أنت غايك فيها يمثلك، يعني يمثلك في السطحية اللي أنت واصل لها أفغانية، هذا غايك فيها، غايها في الموضوع، أي موضوع سموها الزواج أو أي شيء ثاني، خلاص يمثل أنجو، ما يمثل أي أحد ثاني، ما يمثل أفغان أفغانستان، ما له علاقة، ما له علاقة أبد. حاول تستوعب هالشيء، مو بتشوف مقطع مقصوص من هنا ومقطع مقصوص من هنا ومقطع، والله تحغض والله تسوي والله، أنت اللي سويتي تعتبرين إنجاز يا أخي، كل واحد واللي يشوفه يعتبر إنجاز. فطريقة كلامه عليها غلط، جدا جدا غلط. بعد ما شفنا غد سلمان العمري، الحين خلونا نشوف غد أندرو على كلام سلمان العمري وعلى الموضوع بشكل عام. تقعد تقولي أتدخل في الشأن السعودي والسعودي، ما عمري جبت لا طاري سعودي ولا شأن سعودي ولا أسرة سعودية ولا أخبب بين امرأة أو زوجها، وأتحداك قدام الحين أكثر من 6000 متابع اطلع لي مقطع واحد يا ناقص العقل والدين أتكلم فيه عن الشأن السعودي أو المرأة السعودية أو أي شيء يخص السعودية إلا بالخير. كلمة واحدة، مقطع واحد، مقطع واحد أتكلم فيه عن أسرة سعودية ولا رجل سعودي. وكلامي يوم كنت أقول إنه إيش الإنجاز اللي سويتيه، أنا أتكلم عن شخصية معينة اللي تيجي وتقول لك تزوجي العام. الموضوع أنا الموضوع اللي أبي أوصله، الموضوع لا يستحق المعايرة. أنا يوم أتكلم أنتي إيش أنجزتي، أنا أتكلم كصفة إني أنا قاعدة أكلم متابعاتي عن بنت مرتبوي اللي دائم قاعدة تعايرني، فأنا أقول أنتي إيش أنجزتي بحياتك، أنا رحت وسافرت وجيت وكذا. أنا في المقطع ذا أتكلم عن نفسي، أتكلم عن الشخصية بنت مرتبوي اللي دائما تقول لي العانس، اللي دائما قاعدة تكلمني بذي المواضيع، فأقول أنتي أنا أتكلم عن الآدمية اللي كانت تعايرني في عمري وتعايرني في عدم أفغانية ومقيمة. هذا الشيء لا يعيبني ولا يعيب أي شخص مقيم في دولة وازنت بين المقيم والمواطن. ده ما يعطيك الحق إنك تقلل مني لأني مقيمة وتثير ضدي النعرة، العفو، العنصرية ضد الوافد، لأني أنا دائما وأبدا أتكلم أفغانية مقيمة فخورة بهالشيء، مو شيء يعيبني. إلا دائما 24 ساعة يا مهزأة خلي عندك كرامة، يا بنت لا تعصين أبوك، يا بنت لا تعصين أهلك، يا بنت أنا إذا تكلمت عن الزواج أتكلم عن وجهة نظري، أتكلم عن نفسي. قاعدة أنصح البنات وعندي مقاطع كثيرة تشهد لي، أقول لهم لا تسوون تاتو، لا تسوون وشم، ترى الشيء ذا حرام، أنا خاف أموت والوشم ذا بيدي، لكن الشيء الوحيد يشفع لي إن نيتي كانت إنه يخلص بعد سنة ونص. شلون تحرض متابعينك علي؟ شلون تقذفني بهالطريقة؟ أنت صاحي؟ بس والله مع السلامة.